طيب هنكمل كلامنا مع نجومنا، ولكن خلينا نروح لاحد النجوم الكبار اللي كنت بتفرج عليهم بقى زمان يعني، ورئيس جهاز الكره، رئيس جهاز الهاند بول في النادي الاهلي، كابتن ياسر لبيب. ازيك كابتن ياسر؟ والف الف مبروك. حبيب الله يبارك فيك. اخبارك ايه يا كابتننا؟ كله تمام والحمد لله على السلامه. والله كل ده فل. الله يسلمك حبيبي، ربنا يخليك. سفريه صعبه ولكن في النهايه يعني بطوله قدرنا نجيبها بعد يعني سنين كتير للنادي الاهلي. ست سنين او خمس، ست سنين للنادي الاهلي بتعود هذه البطوله بعد سفريه، فمهما كانت الصعوبه اعتقد في النهايه الامور مريحه جدا يعني. اكيد طبعا، بس انا يعني احب اقول حاجه قبل ما اتفضل يا كابتن. خش في البطوله، يعني انا بصراحه فخور جدا بوجودي مع المجموعه دي، سواء جهاز العمل الاداري او الفني او اللاعبين. صراحه مجموعه يعني تستحق ان هي توصل لابعد مدى من الانتصارات والانجازات، وان شاء الله نحقق الانجازات اللي فاتتنا الفترات اللي فاتت دي باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. اتفضل. طبعا البطوله يعني الاجواء بتاعت البطوله كانت صعبه سواء على الرجال او الستات. لكن الحمد لله يعني احنا راضيين طبعا عن اللي احنا وصلنا له. بالنسبه للرجال انجاز كان غايب عندنا بقاله 6 سنين. بطوله افريقيا دي طبعا يعني انجاز يحسب للمجموعه دي الموجوده. ودي بدايه الانجازات ان شاء الله السنه دي، يعني دي اول انجاز السنه دي، وان شاء الله مستمرين في تعيين الانجازات. واللعيبه كلها يمكن دي بتتكلم معاهم بعد المباراه ان احنا خلاص انتهت البطوله ديت والحمد لله وكسبنا، نفرح الفتره ديت وراجعين ورانا شغل تاني. عندنا بطوله الدوري، وعندنا كاس السوبر جلوب، وعندنا السوبر المصري في الامارات، وبعد كده بطوله افريقيا في الجزائر والسوبر الافريقي، وبعد كده ونكمل بقى بعد كده يعني بقيه المواسم والبطولات المتتاليه يعني. طبعا اتمنى انه نعم. بقول لحضرتك وصلتوا امبارح الصبح، لعبتوا ماتش النهارده على طول. بالظبط. بالظبط. ودي يعني ده خلاص احنا يعني هم اللعيبه محترفين وكل واحد عارف دوره وعارف واجباته ايه. فالحمد لله يعني انا بقول لك يا كابتن اسلام، مجموعه فعلا يعني تحب تتعايش معاها. مين اكتر واحد بيتعبك فيهم المجموعه اللي معانا؟ طب يا كابتن محمد مجدي يا كابتن والنبي. يعني كلهم ناس ملتزمه جدا. تشوفهم نظامهم على سواء في الاكل، سواء في التحرك للمباريات، الفيديوهات اليوميه اللي بيتعايشوا معاها. ده لازم عند كل ماتش او كل تمرين عندهم ساعه فيديو، ساعه حديث، ساعه تمرين او ساعتين التمرين. فبصراحه بتعيش اجواء احترافيه يعني الواحد ما عاشهاش. كنا نتمنى واحنا لعيبه ان احنا نعيش الاجواء دي. انت كنت لعيبه جامده برضو يا كابتن، ما تقولش على نفسك كده. انت كنت لعيبه، انا بحب كنت بحب اتفرج عليكم يعني. الدنيا متغيره. طبعا 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 الدنيا اتغيرت كتير. اتغيرت كتير فعلا. اعتقد دعم مجلس اداره النادي الاهلي لكل ما يريده، انا لسه كنت بتكلم مع الشباب على هذا الامر، انه عندما تكون الاداره محترفه يجب ان يكون الفريق او يجب ان يفوز الفريق بكل البطولات. ده اكيد. لا جدال فيها. احنا الفرقه دي سواء على مستوى رجال او سيدات بنلاقي دعم كبير جدا من الاداره. والناس ما بتتاخرش عندنا في اي حاجه تطلب في حدود المعقول طبعا. وعلى هذا الاساس بتلاقي كل الناس يعني ماشيه، كل واحد ملتزم عارف واجباته ايه، عارف دوره ايه. فده سر نجاح الرجال. احنا بنحاول نطبق الكلام ده كمان مع السيدات، ولكن عشان توصل لهم الثقافه اللي هي اللي بتطبق دلوقتي في الرجال محتاجين وقت. لكن احنا لن نيأس ان شاء الله بالبنات دول، وبدعم الاداره هنوصل لابعد مدى، وان شاء الله هننافس على افريقيا. هم البنات تحديدا عملوا مباراه رائعه الحقيقه مع بطل افريقيا اللي بقاله الفرقه اللي هي بريميرو اعتقد، اللي كانت يعني اتغلبنا فرق واحد في وريمونتادا يعني في الشوط الثاني، كانت ماتش رائع الحقيقه يعني. احنا البنات ينقصهم شغل بدني وشويه خبرات عشان نقدر ننافس على البطوله ديت، ودي ان شاء الله نشتغل عليها في الفتره اللي جايه، ربنا يسهل ان شاء الله. لا انا اعتقد ان انتوا هتعرفوا توصلوا يا كابتن للتوليفه يعني ان شاء الله. اعتقد يعني يكون حضرتك رئيس للجهاز، ويكون الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي،
فبالتالي انا بشوف ان اليد تحديدا يعني ياسر لبيب اسم كبير جدا، خالد العوضي اسم كبير جدا في عالم كره اليد، فبالتالي لما نيجي نتكلم لا يعني تقدروا تعملوا ان شاء الله ده زادت يعني التناغم والانسجام واللي داير بين المجموعه كلها، سواء على يعني خالد كمدير نشاط رياضي وانا كرئيس جهاز والمجموعه الاداريه هاني ومحمد ابو زيد وتحت في قطاع الناشئين. المجموعه ديت تحس ان في بينهم انسجام حتى لو في اختلاف في الاراء في بعض الاحيان، طبيعي لكن في الاخر بندور على المصالح العام وبنحاول نطبقه. هو ده سر نجاح المنظومه دلوقتي. ديفيد ديفيز ودوره الحقيقه مع الفرقه، لسه كنت بتكلم في محمد مجدي حتى حكى لي قصه كده حصلت ان هو بيعرف يفرق كويس جدا جدا ما بين الملعب وبره الملعب يا كابتن ياسر. جدا جدا الى اقصى درجه ممكن تتخيلها. حتى لو حصل خلاف نقطه معينه في الشغل فهو في اطار الشغل، ملوش دعوه بالعلاقات الخارجيه او ولمصلحه الشغل كمان طبعا. بالظبط بالظبط. لا يعني شخصيه جميله وفعلا احنا بنتعلم منه حاجات كتير. يعني هو حتى ما بنتكلم، لما كنت بتكلم معاه في قطاعات الناشئين والكلام ده كله وازاي، قال لي احنا محتاجين ننقل الثقافه ديت للقطاعات اللي تحت. يبقى الهاندبول قطاع الهاندبول كله عنده نفس الثقافه اللي احنا بنتعامل بيها في الدرجه الاولى. فدي برضو يعني شيء ما هوش سهل. لا طبعا محتاج جهد كبير طبعا، وان شاء الله احنا بننسقه معاه بحيث ان احنا نعمل ورش عمل لتطوير القطاعات والجهاز التدريبي والاداري والكلام ده كله ان شاء الله. يعني كابتن ياسر اخيرا السوبر جلوب، عندنا 3-4 ماتشات في الدوري وبعد كده السوبر جلوب، كيف يستعد النادي الاهلي لهذه البطوله خصوصا في ظل مجموعه اعتقد ان هي يعني برشلونه احنا كنا لسه بنلعبه خسرنا فرق 4 وكانت برضه ريمونتادا من وجهه نظري في الشوط الثاني وكنا زيعينها هنا على شاشه قناه الاهلي. النور فرقه النور السعودي فريق قوي جدا برضه وعامل تدعيمات قويه جدا، شايف البطوله دي ازاي في ظل ان النادي الاهلي يا كابتن ياسر دايما مهما كان اسم البطوله اللي احنا داخلينها دايما بنسعى ان احنا نفوز. ده اكيد طبعا احنا هنلاقي فرق كتيره، فرق برشلونه وفرق بطل اوروبا وبيضم عناصر كلها منتخبات العالم، يعني باكين منتخب فرنسا من احسن باكات في العالم، سنتر هاف نفس القصه، كل مركز هتلاقي واحد من فرقه يعني او من منتخب من المنتخبات المصنفين عالميا، فانت بتلاعب يعني فعلا منتخب تقيل، فرقه تقيله. منتخب العالم. تقريبا يعني. لكن الملعب بقى يعني ظروف الملعب ما حدش عارف. طبعا لو احنا بنتكلم على الورق فرقه تقيله جدا مصنفه عالميا، كلهم لعيبه من الكاتيجوري ايه. ولكن الملعب ممكن الامور تتغير زي ما احنا شفنا كده في نهايه الماتش. المباراة بتاعت برشلونة الفرقة عملت عودة للمباراة عندما كان الفرق 8 و9 محتاجين التوفيق بقى ومجهود اللعيب ان شاء الله. كابتن ياسر انا مش في شيء مستحيل يعني. لا 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 يوجد مستحيل مع النادي الاهلي، عمرنا ما بنفكر بهذا الشكل. ولكن في النهايه يا كابتن ياسر انا بشكرك جدا جدا على هذه المداخله، وان شاء الله نجيبك يعني تبقى حضرتك معانا في اخر السنه وبطولات كثيره جدا جدا لفريق كره اليد، ومجهود كبير جدا للكابتن ياسر لبيب الحقيقه رئيس جهاز الهاندبول في النادي الاهلي الحقيقه.